Our next discussion, inshallah, حيكون عن الكرينيال نيرف. طيب الكرينيال نيرف فيها حاجات معينة مهمة. يعني ما بقول السؤال يعني الأوريجين بتاع الكرينيال نيرف والبوس بتاع الكرينيال نيرف والفيكسيشن بتاع الكرينيال نيرف، يعني حاجات معينة هذول المفروض عارفها. طيب حاجات معينة شو شنو يكون عارفها. طيب الحاجة الأولى عن الكرينيال نيرف، المفروض الناس تعرف الأناتومي بتاع الكرينيال نيرف. يعني أنا متأكد إن أنتم حافظين الأسامي، لكن الأناتومي بتاع الكرينيال نيرف هو اللي بتيجي فيه أسئلة كثيرة. طيب what is the name of this cranial nerve؟ What is the name of this cranial nerve؟ What is the name of this cranial nerve؟ انتوا عارفين الاناتومي كويس بتاع شنو؟ بتاع الكرينيال نيرف. الحاجة الثانية وأنا متأكد إنكم كلكم عارفينها اللي هي الفانكشن بتاع الكرينيال نيرف. صح من الأوبتيك لحد الهيبروسال كل واحد تكون عارفين الفانكشن بتاعته شنو؟ دي الحاجة الثانية تمام؟ الحاجة الثالثة عن الكرينيال نيرف تعرفوا يا دو واحد موتور ويا دو واحد سنسوري ويا دو واحد ميكس. برضه أنتوا عارفين الكلام ده صح؟ طيب الحاجة الرابعة عن الكرينيال نيرف المفروض تعرفوها تعرفوا يعني the specific criteria of each cranial nerve. يعني كل cranial nerve عنده حاجات بتميزه عن باقي cranial nerves. تمام؟ طيب في كمية من الحاجات اللي هنقولها. طيب لو سألتكم سؤال قلت لكم what is the only cranial nerve that is distributed outside the head and neck is the only cranial nerve that is distributed outside the head and neck is the vagus nerve. طيب what is the longest cranial nerve؟ What is the largest cranial nerve؟ What is the shortest cranial nerve؟ The shortest cranial nerve abducens. No. Abducens. No. Trochlear. Trochlear is the shortest cranial nerve. تمام؟ Trochlear is the shortest cranial nerve. طيب what is the cranial nerve that is contributed as a part of the center of the nervous system؟ طبعا احنا متفقين انه الكرينيال نيرف كلها هي جزء من البريفيرال نيرفس سيستم، صح؟ احنا متفقين انه الكرينيال نيرف هي كلها جزء من البريفيرال نيرفس سيستم، لكن في كرينيال نيرف واحد احنا نعتبره جزء من السنتر اوف النيرفس سيستم اللي هو يا ترو؟ الاوبتيك. ليه الاوبتيك نيرف احنا نعتبره جزء من السنتر اوف النيرفس سيستم؟ يس فيري نايس. لانه المايلين شيز بتاع الاوبتيك نيرف بيغلفوا لنا الاوليجو دندروسايت، واحنا عارفين فيري كومن انه المايلين شيز اوف ذا بريفيرال نيرفس سيستم از شوانس صح؟ المايلينشيز بتاع سنترال نيرفس سيستم الاوليجو دندروسايت ذا اونلي بريفيرال نيرف ذاتس مايلينيتد باي اوليجو دندروسايت اللي هو شنو؟ اللي هو الاوبتيك نيرف. عشان كده الاوبتيك نيرف از ذا اونلي بريفيرال نيرف ذات كان بي افكتد باي مالتيبل سكليروسيس. لانه نحن قلنا المالتيبل سكليروسيس هي عباره عن اوتو ميون ديسوردر ذات افكت شنو؟ ذا مايلين اوف ذا سنتر اوف نيرفس سيستم. It is the only peripheral nerve and the only exception for that rule is the optic nerve. تعمل ليك فيه حاجه اسمها اوبتيك اتروفي. اوبتيك اتروفي بنتكلم عليها في الفيديو تمام؟ اوبتيك اتروفي. طيب stimulation of which cranial nerve lead to mood enhancement؟ Stimulation of which cranial nerve lead to mood enhancement؟ Yes, the pituitary. يعني الكرينيال نيرف الوحيده لما نعمل له ستيميوليشن الانسان بيحس بانه المود حقه حصل له انهانسمنت. عشان كده الناس الدراج ابيوزر بيعتمدوا على شنو؟ انه يحط الدراج هنا ويستنشقها كده. ليه؟ لانه بتعمل ستيميوليشن للاولفاكتوري نيرف والستيميوليشن بتاع الاولفاكتوري نيرف بيعمل لك شنو؟ بيرفع لك المود بيعمل لك شنو؟ بيعمل لك مود انهانسمنت. طيب which of the following cranial nerve has spinal nucleus؟ The only cranial nerve that has spinal nucleus is called the accessory nerve. كده دي الحاجات اللي بتميز كل cranial nerve عن شنو؟ عن cranial nerve. What is the cranial nerve that most likely to be affected by Guillain-Barré syndrome? The most likely cranial nerve, yes, very nice. Guillain-Barré syndrome هي زي ما قلنا هي autoimmune disorder of the nervous system.
فبتلاقي ان الكليك اسامبلي بلايز ماشيه في الكرينيال نيرف او هو الكرينيال نيرف بالدرجه دي يعني سندروم اللي هو الفيشن الفيشن نيرف. تمام؟ طيب ده بالنسبه للكرايتيريا حتى كله. طيب بعد نيجي للليجنز والكلينيكال ابلكيشنز حتى الكرينيال نيرف. الكلام طبعا مفهوم الرسمه دي هايد الرسمه دي زي هايد الرسمه دي زي هايد اللي هي بتوضح لك الاوبتيك تراكت والاوبتيك باسوي كلها وكل حته بيحصل فيها ليجن النتيجه لو كان المشكله في الاوبتيك نيرف هيبقى شنو؟ اللاترال ايوه اللاترال لو كان المشكله في الاوبتيك تياز هيديك باي لاترال لو كان المشكله في الاوبتيك تراكت هيديك هومونوموس بعدها لو كانت المشكله في التيمبر ولا فروع هيديك كوادرانتوبيا ممكن تكون ابر كوادرانتوبيا وممكن تكون لور كوادرانتوبيا الكلام ده انتوا عارفينه. طيب نمشي لقدام خطوة visual field defects. طيب what's your diagnosis? Ptosis. This is not ptosis. This is not ptosis. This is not facial ptosis. This is not ptosis and this is not facial ptosis. Okay, more than lesion. ¿Vas a hacer el día más en un cráneo? This is not ptosis. This is unilateral ptosis. ¿Dando unilateral ptosis to causes para? ¿O bilateral ptosis to causes para? عشان كده لما تكون causes ما عملت اي حاجه للعيان. ¿Dando unilateral ptosis? 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 And the most common cause of unilateral ptosis is? Horner syndrome is a cause, but not the most common cause. Horner syndrome is a cause, but the most common cause is oculomotor cause. And unilateral ptosis is the most common cause of oculomotor cause. ممكن Horner syndrome تعمل شنو تعمل unilateral ptosis, لكن oculomotor cause is so far common than Horner syndrome. Hey, what's your diagnosis? Bilateral ptosis, huh? This is bilateral ptosis. Bilateral ptosis, the most common cause is? The most common cause is bilateral ptosis. Maxime gravis, Juan. And unilateral ptosis of pulmonary ptosis or Horner syndrome. And bilateral ptosis, the most common cause is Maxime gravis. Any bilateral ptosis is Maxime gravis till the group otherwise. Till the group otherwise. طيب لما نيجي عيان زي ده عنده bilateral ptosis what is the most important sense step? What is the test to diagnose Maxime gravis? The performing test. يكتب لي يقول لك العيان ده يقول لك what is this bilateral ptosis? What is the most common cause is Maxime gravis? What is the investigation you want to request to العيان ده عشان to diagnose Maxime gravis حاجة اسمها pseudophonia test. اللي هي بتدي العيان اصيفايد وتستفيد السوبر ريسبونس بتاعته بعدك إذا أثبت إنه بوزيتيف مايسينيا جرافيس ده عادي بواحد من 5 كيلو حتى من 8 متر أو مايسينيا جرافيس. تمام؟ طيب ده سبعة جميل وعندي 3 ديفيجن صح؟ الأوبسالميك ديفيجن والمانسيلر ديفيجن 1 والمانسيلر ديفيجن. تمام؟ الأوبسالميك والمانسيلر هم سنسري والمانسيلر شنو؟ ميكس. طيب ميكس. طيب أهم ديزيز بيضرب لك ال 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 ترايجيمينال نيرف ديزيز بيسموه ترايجيمينال نيوراجيا ترايجيمينال نيوراجيا. طيب هو بيكون سيفير شوتينج بين وذين سكندز يوجوالي كم ات ذا وينتر ديز يعني زي الأيام دي أيام الشتاء والحاجات دي تلقى في كمية من الأنسنت بتاعت الترايجيمينال نيوراجيا اللي هو العيال بيكون قاعد ياكل ولا قاعد يتفرج ولا قاعد يتكلم فجأة بيحس بأنه شنو؟ بحيث بانه في كهرباء سيفير بين شوتينج سيفير شوتينج بين بيحصل له ديستريبيوشن اند ذا مانديبيولر ديفيجن بيكون في المانديبيولر ديفيجن بس في كهرباء كده ويوجوالي بتكون اكثر من ثانيتين صدى سيفير شوتينج بين ديستريبيوت اد مانديبيولر ديفيجن اوف ترايجيمينال ذيس از كول ترايجيمينال نيوراجيا ترايجيمينال نيوراجيا از ايديوكسيك Nobody knows the cause بتاعها شنو؟ لكن it's going to be treated by a drug called carbamazepine. تمام؟ وكلكم عارفين الكارباميزابين ده بيستخدموه لشنو؟ الإبيليبسي هو أنتي إبيليبسي دراج هو أنتي إبيليبسي دراج بيستخدموه للإبيليبسي وبيستخدموه للترايجيمينال نيوراجيا. تمام؟
طيب دي الفيتشرز بتاعت الكرياتينين النيورالية اللي هي بيكون فيها بروكسيمال بين والبين بيكون لاترال وبيكون نو سنسور ديفيسيت يعني التيرميز جوا والطش وكلهم بيكونوا انتاج وستريكتد ديستريبيوشن اوف الكرياتينين نيرف اللي هي المانجيبولار ديفيجن ونو اوبيس اورس اوف باثولوجي اللي هو زي ما قلت لكم ايديوباسيك وتريتد باي شيرون باي كارما ده هم clinical application ممكن نضرب لك شنو ممكن نضرب لك الترايجيمينال نيرف واصل في الترايجيمينال نيورالجيا بقوله application للكرينيال نيرف ليجنز. طيب what is this booster herpes booster. طيب الherpes booster ثلاثة حالات الherpes booster ثلاثة حالات أينما وجدوا انت تقول this is herpes booster group otherwise لما يكون dermatomal distribution بتلقاه زي الخريطة مرسوم على الديرماتوم ما زايد ولا ناقص سنتيمتر تمام بتلقاه dermatomal distribution. الحاجة الثانية الباثولوجي بتلقاه vesicles وvesicles معناتها حبوب صغيرة مليانة فلويد vesicles dermatomal vesicle بتكون very painful very tender عشان كده بسموه حزام الناري ونفس الحاصل في الفيس ده ممكن يحصل لك في واحدة من الديرماتوم حقة الجسم فبتلقى اللسان شنو؟ فيري سبيير بينفول فيزيكال ذات ستيبل از ديرماتومال الديرماتومال شنو؟ مارجن فلأنه اللسان ما بيقبل فيه أي طشة يسموه الحزام الناري يبقى ذيس از هيربس بوستر أوف ذا أوستاين ديفيجن. نحن فعلا قلنا في الترايجيمينال أكثر واحد في الترايجيمينال كان بي أفكتد باي ترايجيمينال نيورانجيا إز مانديبيولر وأكثر واحد في الترايجيمينال كان بي أفكتد باي هيربس بوستر إز طيب الهيربس بوستر بيسبب شنو؟ هنا الترايجيمينال نيورانجيا ايديوباسيك ما بقدر اعرف لكن ديليتد باي كاربون ليزرين. الهيربس بوستر از نوت ايديوباسيك هو اسمه هيربس معناته بيسبب ليه منو؟ بيسبب ليه هيربس فيروس بيسبب ليه هيربس فيروس. طيب الهيربس فيروس غير انه بيعمل ترايجيمينال غير انه بيعمل هيربس بوستر بيعمل حاجه اسمها دي زي بي فاريسيلا زوستر لقيتكم صح؟ فاريسيلا تمام. وغير كده الهيربس زوستر ممكن يعمل انكيفالايتس هيربس انكيفالايتس. طيب الفكره شنو؟ الفكره انه الهيربس ده ما بخش طوالي بيعمل زوستر الهيربس ده بيعمل شنو؟ بخش بيعمل فاريسيلا او بخش بيعمل انكيفالايتس او بخش ما بيعمل اي حاجه بيكون قاعد هذا الترايجيمينال جانجليون بيكون دورمنت تمام. يعني الهيربس زوستر تمام او بيسموها الشينجلز الهيربس زوستر او الشينجلز الحزام الناري دي ما بتجي من الفيس برزنتيشن بتاع شنو بتاع الهيربس. الهيربس بخش الجسم وبيكون بيكون دورمنت في الترايجيمينال جانجليون بعد سنه سنتين ثلاثه اربع عشر سنه ونص انه الاميونيتي حقه تتقلل في اي لحظه طوالي هيحصل له ريلابس ويمشي شنو؟ ويمشي يعمل لك ديرماتوما. يبقى هو ليه بيجي ديرماتوما؟ لانه هو بخش بالضرب وحداك في الجانجليا ونص انه الاميونيتي حقه تتقلل هيطلع في الجانجليا بيونر هيعمل لك ديستريبيوشن ازيز شنو؟ ازيز ديرماتوما. يبقى هو ما برايمري ديزيز هو reactivation of the شنو dormant virus تمام. والتريتمنت بتاعه is acyclovir acyclovir ده راجل هو الانتي فايروس acyclovir this is herpes zoster وممكن يضرب اي ديرماتوم لكن اذا مصطوم is شنو is ophthalmic distribution تمام. this is herpes zoster. what is this العيان ده عنده مشكله ده بسموه شنو؟ ايوه squint squint. what is the affected perineal nerve? it's not arcuate it is the left arcuate. يبقى العيان ده العين حقته دي ما قادر تمشي كده معناتها الابديوسنت اللي هو بحرك لك اللاترال ريكتس افكتد والابديوسنت فوسي بيعمل لك شنو؟ بيعمل لك السكوينت. اوكي سكوينت ابديوسنت فوسي تريتد سيرجيكال يعني تريتد سيرجيكال. what is this? اهم سبب بيعمل ليا من ميلاد الفيشن بوست
البلس بوسي. اليونيلاترال فيشل بوسي اهم سبب بيعملوا يسموه البلس بوسي. والبلس بوسي ده شنو؟ ده اليونيلاترال فيشل بوسي ذات ساعتي وبس. يكون زي اليونيلاترال فيشل بوسي هيجيو بس. في ناس قالوا فايرال فتشوا مالي جو، في ناس قالوا اوتيميون فتشوا مالي جو. في النهايه هو هيجيو بس. يقدر لما تقول لي عيال عندي اليونيلاترال فيشل بوسي اول حاجه تجي في راسي ان العيال عنده بيلس بوسي اند جوينت تو بي تريتد باي ستيرويدز. It's going to be treated by steroids. What is this? Muscleness. Bilateral facial force. This is bilateral facial force. And today I am saying to bilateral facial force, you have muscle reaction? That's the signal to show you. That's the signal to show you. My senior grade is to do bilateral ptosis. I think we're going to have to do bilateral facial force. Guillain-Barré syndrome, صح؟ Guillain-Barré syndrome. يبدأ unilateral facial palsy, the most common cause is best palsy, idiopathic, treated surgery. Bilateral facial palsy, the most common cause is Guillain-Barré syndrome. أو ممكن تكون Lyme disease. A lot of causes that cause bilateral facial palsy. ممكن تكون Lyme disease, ممكن تكون Guillain-Barré. Then you request an investigation. بعدك إذا طلعت Guillain-Barré, التريتمنت بتاعها بشنو؟ Intravenous immunoglobulin. Intravenous immunoglobulin. What is this? الأربعة وطولون الجانجليون وطولون الجانجليون اللي تخش على الجانجليون. تمام؟
fossa of the remoter tract. This is a ganglion fossa of the remoter. Here, an otic ganglion fossa herpaceae. تمام؟ هي ال 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 الجليد والباين ganglion يخشها الفروسفارينجيال. هي سبمانتيبيولار ganglion يخشها سبعة وتسعة. يخشها سبعة سبعة. اللي هو الفيشن تمام؟ سيليري ganglion يخشها الفيمولا. الاوتيك ganglion يخشها الفيشن. الجليد والباين ganglion يخشها فروسفارينجيال. ودي سبمانديبيولار ganglion يخشها الفيشن صح ولا سبمانديبيولار؟ الفيشن يخشها الفيشن طب انت عارف الganglion كل واحدة ولا يخشها تمام؟ برضه سؤال وهم ليه طبعا اوتونوميك ganglion يعني بيستخدموا ليه شنو؟ السيمباثيك والباراسيمباثيك احنا عارفين انه السيمباثيك سيمباثيك فور فايت اند فلاي صح؟ والباراسيمباثيك فور ريست اند فلاي بس السيمباثيك بيطلع من وين؟ يقول السيمباثيك هو الثوراك واللمبر او الحلوة صح؟ يعني طالعين السيمباثيك بيطلع من الثوراتيك واللمبر. اما الباراسيمباثيك بيطلع من الكرينيال والساكرال. كرينيال ساكرال او الفلور تمام؟ يفضل كل الكرينيال نيرف يا جماعة. كل الراس كل الكرينيال نيرف ما بيبقى اي سيمباثيك. احنا قلنا السيمباثيك ثوراك واللمبر من الثوراس ومن اللمبر. وقلنا الباراسيمباثيك كرينيو ساكرال. يبقى الكرينيال نيرف كلها شايله باراسيمباثيك، الشايلين فيهم باراسيمباثيك ما شايلين سيمباثيك، طيب السؤال بيجي هنا بيفرض نفسه انه السيمباثيك كيف بيطلع على الراس؟ ما احنا قلنا الراس ده اصلا متحكمين فيه الكرينيال نيرف، طيب السيمباثيك بيطلع على الراس كيف؟ اذا كان السيمباثيك هو ثوراسيك ولمبر، كيف بيطلع على الراس فوق؟ عشان يعمل لي فاز ودايليتيشن وحايتس. يس اسوسيتد وذ انترنال شوف السيمباثيك بيطلع من الثوراسيك ومن اللمبر بيتلفى كده في شنو؟ الانترنال كارت ارتر بيطلع معاه لحد ما يصل للحتات الدائره السيمباثيك في الراس يبقى الكرينيوم نيرف بيدخل الباراسيمباثيك السيمباثيك فيه شنو بيجي؟ شنو سراوندنج شنو؟ سراوندنج الانترنال كاروتيد طيب لا الطنج برضه حاجه فيري فيموس الطنج درايف الابريولوجيكال اورجن بتاع الطنج طبعا هو الاوكسيبيتال مايتوم زي ما كلكم عارفين صح؟ بيطلع من الاوكسيبيتال مايتوم مقسم لانتيريور تو سيل بوستيريور وان سيل الانتيريور توسيل فيها التيست بلس سنسيشن والبوستيريور توسيل فيها التيست بلس سنسيشن طيب التيست في الانتيريور توسيل بيتحكم فيه منو؟ والسنسيشن تراجيريو البوستيريور توسيل التيست بلس سنسيشن اكستريم بوستيريور الفيروس تمام طيب نرجع للمنزل فيزيال انتيبيليبسي فيزيال انتيبيليبسي طيب اول سؤال بيفرض نفسه What is the difference between seizure and epilepsy? What is the difference بتاعنا نقول بشنة بتاعنا نقول عليها دي سيزيال بتاعنا نقول عليها أقول عليها دي بريبسي بتاعنا أقول عليها دي سيزيال وبتاعنا أقول عليها إن دي بريبسي طيب قالوا إنه الإبليبسي هي الإيديوباسيك سيزيال يعني أنا لما أشوف زول بشنة بقول لزول عندي سيزيال أو كومبرشن الاثنين لها نفس المعنى يا سيزيال يا كومبرشن هقوم أشيل العيان ده ادخله الحوادث اول حاجه هقوم افتش وات از ذا كوز اوف سيزر تمام افتش وات از ذا كوز اوف سيزر افتش وافتش افتش الكترولايت افتش لو في برين تيومر افتش لو في برين انفاكشن لو في برين ميموري افتش لو في هايبروكسيا هايبروكسيا هايبروكسيميا 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 لما القى كل الحاجات نورمال معناتها زود عندي مشكله في الكهرباء حقت شنو؟ عندي مشكله في الكهرباء حقت البرين يبقى الايديوباسيك سيزر اسمها ايبليبسي الايديو بس لما السيزر يكون ما عندها اي تريتابل كوست او اي اورجانيك كوست بنسميها شنو؟ بنسميها ابيليبسي. طيب الفكره شنو؟ نرجع لنفس كونسيبت مهم جدا عن السيزر وعن الابيليبسي. الفكره شنو؟ العيان اللي عنده سيزر لما نشوف عيان عنده سيزر اهم حاجه شنو؟ اهم حاجه اهم حاجه اول حاجه تفكر فيها طيب في ناس قالوا الاير واي تمام صحيح يعني عيان عنده سيزيال ده لازم اتاكد انه الاير واي حقته مفتوحه لكن دي ما اهم حاجه قالوا البنك لازم اتاكد انه عض لسان ولا ما عض لسان دي ما مهمه اهم حاجه شنو لما القى عيان عنده سيزيال اهم حاجه اهم حاجه اوجه تسيزيال اهم حاجه اوجه تسيزيال يعني لما القى عيان كونفولشن اهم حاجه واول حاجه اوجه بالكونفولشن صاحبي يقول لك يا اخي العيان عنده سيزيال زيح الحيان من جنبه عشان ما ينطلق العيان اللي عنده سيزيال افتح له معالج خشمه واسوي له وكذا لكن اهم حاجه في الفيرست ثينج
whenever there is a seizure, this seizure should be aborted, should be aborted. أهم حاجة أوقف السيزر. السؤال اللي بيسأل نفسه ليه؟ ليه السيزر مشكلة إيش يعني؟ ما خلي العيان يحصل له كونفشن كونفشن وبعد كده يقوم براو بس أزيح الحديد وأزيح النراي وأخليه يتشنج يتشنج بعد كده يقوم براو. الفكرة شنو؟ ليه أنا لما بقول أوقف السيزر؟ ما خليه أديه براو. ليه لو تأخرت في أوقف السيزر هل في مشكلة؟ بوستيك الفيس مشكلة إيش يعني؟ بوستيك الفيس تضرب النوم. وسيط الفيز ده بيكون تعبان من المصل والاكتيفيتي العمليه اللي في المصل بتكون فاتيك عشان كده وسيط الفيز دايما شنو معظم السيزيز بروتكتري الناس اللي هو الفكره يا شباب انه اللي احنا بكده عندنا الكونسيبت اللي ما في اسمه ذا ميجر كونسيومر او ذا بوليس احنا عارفين انه الميجر كونسيومر او ذا بلود فوليوم اكثر عضو في الجسم يستخدم البلود فوليوم شنو اكثر عضو في الجسم يستخدم البلود فوليوم الكيدني بتستقبل 25% من الفاندنج اوت اكثر جزء جسم بيستخدم الفوليوم الفلويد الكيدني طيب ذا ميجر كونسيومر او ذا بلود جلوكوز از اكثر عضو في الجسم بيستخدم 25% من السكر الموجود في الجسم البرين ذا ميجر كونسيومر او ذا بلود اوكسجين از ذا برين بيستخدم فوق ال 40% من شنو من البلود اوكسجين طيب يبقى البرين اكتيفيتي محتاجه كميه كبيره من الاكسجين طيب فلنفترض الزاوية عند السيزير احسب له كونفرشن 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 السيزير دي فيري هاي اكتيفيتي محتاجة فيري هاي اماونت اوف اوكسجين فالزول ده ممكن يحصل له هايبو اوكسيا في الراس يعني الاكسجين داخل جسمه يكون ما كافي لشنو؟ يكون ما كافي للاكتيفيتي قاعدة في البرين والعيان ده يحصل له هايبو اوكسيا في الراس وممكن يحصل له برين ديس لأن التيشوز العاملة كونفولشن دي محتاجة لكمية من الأكسجين بالتالي ممكن يحصل فيها انفكشن لأنه ما لاقي أكسجين يبقى الفكرة الأساسية إنه أنا لازم أوقف السيزير لأن السيزير محتاج أكسجين أكبر من الأكسجين الداخل فعشان العيان ده ما يحصل له أي برين ديس ولا يحصل له شنو أي برين انفكشن شايفين هنا ده نورمال برين وده برين حاصل فيه يعني الحتة دي ما فيها أكسجين This is epileptic brain محل السهم ده هنا في لاكن فوق أكسجين ده نورمال برين الاكسجين واصل لكل برين لكن دي الحته هنا دي الفوكاي العامله السيزير فبالتالي الاكسجين فيها انعدم تمام الاكسجين فيها انعدم فبالتالي انا العيان ده لو ما وقفت السيزير ممكن افقد الحته دي ويحصل فيها دس تمام افقد الحته دي ويحصل فيها دس عشان كده whenever there is a seizure should be aborted تمام ده الكونسيبت انه انا لازم بعد ذلك باقي الحاجات لقدام اوقفها كيف دي عشان فيها دي كوزز حقت السيزر طيب انا كيف قلت لما القى سيزر اول حاجه اوقفها بعد ذلك امشي اشوف شنو السيزر دي جت عشان اعرف هل هي سيزر ولا هي شنو؟ ابليس هل هي سيزر ولا هي ابليس طيب حافظت شنو؟ افشش هل في ماسكولا بروبلم؟ هل في انفكشن؟ هل في انفكشن؟ هل في يودوميون؟ هل في ايديوجوزيك؟ هل 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 افتش شنو؟ افتش الاسباب اللي ممكن تعمل لنا شنو؟ ممكن تعمل لنا سيزر لما ما القى اي سبب في الحاله دي انا بقول عليها شنو؟ بقول عليها الابليبسس تمام لما القى سيزر هو الحاجه اوقف السيزر الحاجه الثانيه افتش كل الحاجات دي اعمل ام ار اي واعمل اي سي جي واعمل 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 لما ما القى حاجه القاها ايديوباسيك سيزر دي بسميها ابليبسي طيب احنا قلنا فاسكولار انفكشن تروما اوتوميون ميتابا ايديوباسيك دي اسمها ابليبسي السيزر في اللحظه تبقى ابليبسي طيب نيوبلازما تيبر مقطع طيب السودو سيزر كيف انا افرق السيزر من السودو سيزر؟ يعني عيان في الحوادث في الاي ار الشارع في اي مكان جيت خاص له كونفشن طيب ممكن العيان تكون حاجه حقيقيه وممكن العيان تكون شنو؟ تكون بيمثل صح؟ بالذات يعني هسه يعني مثل اللي يقول زي السلاح الطبي زي الشرطه ممكن يكون في واحد من العساكر بيمثل انه عنده صلع عشان ياخذ شنو؟ عشان ما يمشي معسكر ولا 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 طيب كيف انا اسوي السيزير من السوق سيزير؟ بينفول ستيمولس ممكن يبقى يعلي بينفول ستيمولس ممكن يبقى يعلي لكن في حاجه فيري اوبفيس فيري اوبفيس الفرق بين السيزر والسودو سيزر انه السيزر بيكون سيمونتينيس طيب يعني شو الكلام ده؟ يعني الزول اللي بيكون عنده سيزر بتلقى التو هاند بيتحركوا سوا وبيجيبوا سوا بنقدر نعمل كده يعني بنفس القوه بنفس الزاويه في نفس الاتجاه في نفس اللحظه لكن الزول بيمثل دي الفكره دي ها تلقى القوه والاتجاه والسرعه تلقاها سيزر
يعني مصطنعه او سيزر مختلقه، فما بتكونش ما بتكون سينكرونس. تلقى اليمين ماشي فوق والشمال ماشي تحت، شنو اول ما تلقى ده بيعمل كده زول شنو بيمثل سيزر. لكن السيزر الترو سيزر بتكون شنو سيمونتينيس، الاثنين بنفس القوه. صح؟ ها؟ وبعدين البريتور هي البريتور عشان شنو؟ عشان نبدا نعرف، عشان نبدا نعرف الحاجه. تمام؟ فيري ايزي انه شكلين دول بيمثل سيزر ولا انه ده لا. هي الفوزز حقت شنو؟ حقت السيزر. فاسكولار ممكن يكون في هيموريج او ممكن يكون في شنو؟ في انفاكشن. تمام؟ تروما معروف اي تروما طبعا ممكن تعمل سيزر. اوتو اميون ممكن الام اس ممكن تعمل سيزر. المالتيبل سكليروس طبعا المالتيبل سكليروس دي فيري اجريسيف ديزيز. هو اوتو اميون انتي بوز تضرب ليك الاوليجودندرو بلايتفايز بتاعت السنتر نيرفو سيستم. فبالتالي البيشن ممكن يجيب باي حاجه، ممكن يجيب بموتر ديستربنس، ممكن يجيب بسنسوري ديستربنس، ممكن يجيب بالاوتونوميك ديستربنس، ممكن يجيب بالكوجنيتيف ديستربنس، ممكن يجيب بالسيجر. اي برزنتيشن ممكن يكون ديو تو مالتيبول سكليروسيس. تمام؟ لانها فيري اجريسيف ديزيز، فيري اجريسيف. ميتابوليك اكيد فيها شويه. لما نقول حاجه ميتابوليك معناتها شو؟ معناتها عندها علاقه بالسيروم ليفل. طيب ميتابوليك الصوديوم بيعمل سيزر، هايبرناتريميا وهايبوناتريميا الاثنين بيعملوا سيزر والتفكير. طيب الكالسيوم هايبوكالسيميا وهايبركالسيميا الاثنين بيعملوا سيزر والتفكير. المغنيزيوم هايبر مغنيزيميا هايبو مغنيزيميا الاثنين بيعملوا سيزر والتفكير. الاكسجين هايبو اوكسيا بتعمل سيزر. الجلوكوز هايبو جلايسيميا بتعمل سيزر. طيب البوتاسيوم ديستربنسز بيعمل سيزر ولا لا؟ اذا العيان عنده هايبر كاريميا ولا هايبو كوز اوف سيزر. الصوديوم بيعمل، الكالسيوم بيعمل، المغنيزيوم بيعمل، الاكسجين بيعمل، الجلوكوز بيعمل. طيب هل البوتاسيوم ديستربنس بتعمل سيزر ولا لا؟ يعني لو عنده هايبر كاريميا ولا عنده هايبو كاريميا ليه ما بتعمل سيزر؟ لانه شنو؟ طيب الصوديوم ما ممكن يتعمل هايبر كاريميا عن فيري هاي اماونت. الاستروفايز هذا شنو؟ وصلت الماكسيم اللي حتى لو فيري هاي لسه هايبر هايبر هايبر. طيب ما هو الصوديوم الفيري لو اماونت الصوديوم ممكن الاستروفايز تشيلها. تمام؟ انت لما اتكلم عن الصوديوم بيعمل سيزر معناتها طلعت منه كميه كبيره بقت شنو اكبر من مقدر حتى الاستروفايز يتعامل معه. طيب البوتاسيوم ليه بيعمل سيزر؟ لا لا ما تمشي بعيد ما تمشي بعيد. فيري سيمبل كونسيبت ما تمشي بعيد. لانه البوتاسيوم انتراسيلي. طيب لو حصل هايبركاليميا حصل اي سم سورت اوف سيل ليست الزول عنده مثلا مثلا عنده كانسر عنده اي مشكله كثرت الخلايا وغاب البوتاسيوم طلع من الخلايا عمليه هايبركاليميا بالضبط. ليه ما ممكن؟ الفكره بسيطه. الفكره انه قالوا الكاردييك موسل مور سنسيتيف ذان النيورون بوتاسيوم ستيبل. يبقى لو في اي مشكله هايبركاليميا ولا هايبوكاليميا هيحصل اريزميا قبل السيزر والعيان حيموت من الاريزميا قبل السيزر. معناته العيان لو حديو سيزر هاي البوتاسيوم ستيبلس بيعمل سيزر، لكن قبل ما تجيو سيزر بيكون مات. حديو سيزر وين؟ فهمتوا؟ لا عشان كده بقول لك البوتاسيوم ستيبلس بتعمل فيتا الاريزميا، يعني العيان حيموت قبل ما تجيو سيزر. لان البوتاسيوم بيضرب الفوليك قبل البيت. هي ممكن تعمل سيزر، لكن العيان حيموت قبل ما تجيو سيزر. تمام؟ يبقى الهارت مصر مور سنسيتيف للبوتاسيوم ستيبلس ذان شنو؟ ذان النيورون. يبقى الاي جي بيسك سيزر هي الابيليبسي. طيب التايبس اوف سيزر السمونيك سيزر السمونيك جنرالايز سيزر وشنو؟ والبارشيال سيزر. البارشيال سيزر معناتها في جزء واحد من البودي، والجنرالايز سيزر معناتها شنو؟ افكت ذا هول بودي. طيب البارشيال سيزر معناتها في جزء واحد اليد حاصله فيها شنو؟ حاصله فيها سيزر او العين تلقى الزول يغمض يفتح حاصله فيها سيزر او sometimes السيزر ممكن تكون جي اي سيزر. عارفين؟ يعني عيان ممكن تحصل له سيزر انسايد ذا جي اي سيستم تجيك بدياريا. دي طبعا داير زول حريف جدا عشان يوصل للدياجنوز انه في سيزر. طيب البارشيال سيزر ممكن تكون سيمبل. يعني زول عنده في اليد بارشيال سيمبل سيزر. بارشيال سيمبل سيزر. او ممكن تكون كومبلكس. بتين البارشيال سيزر بتكون كومبلكس اذا كان فيها لوس اوف كونشس. يعني نفس السيمبل سيزر، يعني العيان حصل له سيمبل سيزر وهو اويك دي سيمبل سيزر، لو حصل له لوس اوف كونشسنس ويقدر يتحرك كده يسموها شنو؟ يسموها بارشيال كومبلكس سيزر. تمام؟ يبقى البارشيال وان سايد اوف ذا بودي،
إذا فيها توصل كونشس بتقدر باسيال كونشس. طيب نجي للجنراليز سيدر، عندنا منها ثلاث أنواع أساسية: تونيك كرونيك سيدر، أبسنت سيدر، ومايوكرونيك سيدر. التونيك كرونيك معروفة اللي هي ذا موست كومن تايب أوف سيدر، يسموها الجراند مال سيدر، اللي هي تلقى العيان نجم كله شواشن تونيك كرونيك. تونيك كرونيك اللي هي كونتراكشن ريلاكسيشن، تونيك كرونيك، تونيك كرونيك، تونيك كرونيك، اللي هي ذا موست كومن تايب أوف سيدر. تمام؟ طيب الابسنس سيزر يشوف اللي تكون ان كيدني. الابسنس سيزر يعني شو؟ يعني تلقى الزول بيتكلم فجأة. بتكون دائما يوجوالي ان كيدني. ويوجوالي بلاحظوا ليها الابسنس سيزر غير منه؟ بلاحظوا ليها الاساتذة بتاعي المدارس الاساسية والاساتذة بتاعي الروضة. يقول لك يا حبيبي ده بكون قاعد في الفصل وبكون بيتكلم فجأة بيتكلم مع المدرس. تمام؟ فجأة بكون قاعد بكون يسموها ابسنت ليه؟ لأنه ما فيها مسكولار اكتيفيتي. بيكون الزول قاعد فجأة بيتبعك ثاني بيرجع. بتكون شنو؟ ثواني لدقايق. تمام؟ بتكون ثواني لدقايق. ابسنت سيزر دائما almost always بتكون انتبهي. almost always بتكون انتبهي. أما المايكرونيك سيزر اللي هي بتلقى الزول ماشي بيتكلم فجأة كده يعني اكزاكتلي بيكون ماشي فجأة بيعمل واحدة واحدة بس. تمام؟ طيب المايكرونيك سيزر الحاجة اللي يميزها إنها هي the only type of generalized seizure. كل الجنراليز سيزر كلهم فيها loss of consciousness ما عدا المايكرونيك. يعني المايكرونيك بتلقى الزول بيعمل كده وفي نفس الوقت ما بيفقد وعيه. The only generalized seizure without loss of consciousness is a myoclonic seizure. يبقى سيزر يا اما يكون بارشل يا اما جنراليز. البارشل سيمبل او كومبلكس اكوردنج تو ذا لوس اوف كونشسنس. الجنراليز سيزر ذا موست كومن از تونيك كرونيك. ابسنت سيزر يوجوالي ان تيوزري. مايكرونيك سيزر از اونلي جنراليز ويز اوت لوس اوف كونشسنس. والسهم ده عارفين يعني شنو؟ ايوه يعني ده سيمبل بعد شوية حوليك من سيمبل لسيمبل كومبلكس بعد شوية حوليك للتونيك كرونيك. يبقى ات كان بي بروجريسيف يعني من سيمبل لكومبلكس أو من سينجول لكومبلكس لأبسنت أو من سينجول لكومبلكس لمايكرونيك. السيزر كامبيشن كامبي يعني بروجريسيف. طيب السينجول أو البارشيال سيزر ذا دراج أوف تشويس ستارت فروم ميزيري. ذا دراج أوف تشويس الناس اللي عندهم بارشيال سيزر أولموست أولويز ستارت فروم ميزيري. تمام؟ ده البارشيال سيزر. البارشيال سيزر بأنواع الاثنين بدهم كارفا ميزيري. هو الدرج اوف تشويس، لكن في ناس بده فينيتوين، في ناس بده فالبوريت، في ناس بده فينيتوين، في ناس بده فالبوريت. طيب الجنرالايز سيزر مختلف تختلف البروتوكوس، لكن الحاجه الثابته والحاجه المعروفه في كل العالم انه الابسنت سيزر بيعالجوها بدرج اسمه ايزوساكسامايد. تمام؟ الابسنت سيزر بيعالجوها بدرج اسمه ايزوساكسامايد. اما التونيك كرونيك والمايكرونيك ايزوساكسامايد. ايزو ساكسامايد ايزو ساكسامايد اللي هو ده دراج معروف بالابسنس سيزر. ذا اونلي دراج يوز للابسنس سيزر از ايزو ساكسامايد. اما التونيك كرونيك والمايكرونيك في ناس بدو فينيتوين، في ناس بدو كاربوميزابين، في ناس بدو فالبوريت. فدي ما حيسالوكم منه التونيك كرونيك والمايكرونيك لانه البروتوكول بتختلف ما في حاجه ثابته. لكن الثابت انه الابسنس سيزر ايزو ساكسامايد في كل حته والبارشيال سيزر كاربوميزابين شنو في كل حته. يقول لك الزول ده عنده status epilepticus معنى الزول ده حصل له convulsion. والconvulsion بيجت شنو؟ بيجت continuous. usually convulsion بتنتهي براءة وزي شنو؟ زي minutes يعني نص ساعة ربع ساعة يعني maximum half an hour. maximum convulsions بتكون شنو؟ بتكون half an hour. لكن sometimes بتكون prolonged. ولما تكون prolonged بيسموها status epilepticus and this is one of the top medical emergencies. ليه؟ لأنه لما يكون epilepsy and epilepsy and seizing and seizing and seizing هيحصل له شنو؟ أحسن لو برين ديس لأنه ما في أكسجين وفي very high activity in the brain. This is one of the top medical emergencies. زي الـ status asthmaticus. يبقى أي حاجة فيها status top medical emergencies. طيب نشوف كيف بيتعامل معاه. دي بسألكم منها سؤال أي مكان كان تشوف الـ status أي مكان كان تشوف في clinical في الامتحان.
اي مكان على اساس انه تكسر عن المهون او بزاتوك ميديكيت من النابلس. يعني انتوا جماعه نصحتكم حاجه واحده طبعا من الجامعه دي تطلعوا عارفين كل الميديكال من النابلس. يعني مثلا دول فيكم لو جاب حفظ طومار كله ولا حفظ هذا الشيء كله ولا جاب اعلى درجات لكن ما قدر يطلع عيان من ستيتس ليبريتس ولا ستيتس اسماتيتس معناته بشوكين. لكن هو ما حيسال يقول لك مثلا مثلا البيجنر جرانوماتوز اللي عليه كده. يعني لو جاب عيان عنده بيجنر جرانوماتوز ما عارفه ما حيساله. لكن لو جاب عيان عنده ستيتس ما عارفه حيسالوه. لو جاب عنده هايبرتريميا يعني حيكون بيكارديت الايميجيس دي ما بيحكموكم فيها. الايميجيس دي ما هيحكموكم فيها لكن الحاجات الثانيه افضل. فلو انت حفظت كل الحاجات الصغيره وخليت وان ايميجيس دي انت يو ار جوينت تو فيل زي ده. تمام؟ ايميجيس واحده لو ما انت عاليه وجاوبت كل الحاجات اللي هتظبط. لكن لو جاوبت الايميل لانه ده شنو؟ ده الليفل بتاع شنو؟ بتاع المستوى اللي بعد ذاك الليفل الثاني اللي شفته. نمسك المانجمنت بتاع الستيرس ابيليتيكس. ذا فيرست لاين اي عيان عنده ستيرس ابيليتيكس الفيرست لاين از لورازيبام ليازيبام او اني اذر بام. تمام؟ يا لورازيبام يا ليازيبام يا اي اذر بام. واللورازيبام والليازيبام دي العائله كبيره بيسموهم شنو؟ بيسميهم شنو يا جماعه؟ لورازيبام والليازيبام والميلازولام هي كلها بيسموهم شنو؟ فارما. بيسميهم البنزوليازيبينز صح؟ البنزوليازيبينز اللي هم لورازيبام والليازيبام اني اذر بام اي بام ده بنزوليازيبينز. تمام؟ يبقى ذا فيرست لاين مانجمنت اوف ستيتس ابيليتيكس ادي العيال لورازيبام او لو ما عندك لورازيبام ليازيبام او لو ما عندك ليازيبام ميلازولام اني اذر بام. طيب لو اديت العيان ليازيبام لورازيبام والعيان ما حصل له امبروفمنت. ذا نكست ستيب اديته ليازيبام لسه حصل له كومبلشن. النكست ستيب بعدها اقوم ادي العيان فينيتون. بالترتيب كده لورازيبام لورازيبام ما نفع ادي العيان فينيتون. طيب الفينيتون غير انه دراج يوز السيزير لو بتتذكروا زمان من الثيرابي والمونر بتلقوا انه الفينيتون هو واحد من الانتي اريزميك صح ولا ما صح؟ صح مش في عندكم الانتي اريزميك مقسمه لاربع اقسام صح؟ كلاس A كلاس B او كلاس 1 كلاس 2 كلاس 3 كلاس 4. كلاس 1 انتي اريزميك من ضمنهم الفينيتون. طيب الفينيتون ده انا لما اديه العيان هو غير انه بوقف السيزير هو انتي اريزميك معناته هياثر على الهارت صح؟ هياثر على الهارت. انتي اريزميك معناته هيقلل من الهارت ريت. فالفينيتون ده ممكن يعمل لك تراديكارديا هايبوتنشن. في حال حصل للعيان تراديكارديا او هايبوتنشن بيتحول من الفينيتون الى فوسفينيتون. تمام؟ يبقى ذا فيرست لاين مانجمنت اوف ستيبيليتيكس از ليازيبام لورازيبام او اني اذر بام. If the patient is not responding, take the phenytoin. If the patient develops side effects like bradycardia or hypotension, تحول من الفينيتون الى فوسفينيتون. طيب بعد الفينيتون او الفوسفينيتون لو العيان ما حصل له بعد ده لو بعد ما حصل له اي امبروفمنت بتقوم تمشي للخطوه الثالثه والعيان لسه حصل له كومبرشن. انا ما عندي قاعده لما تيجي كومبرشن المفروض اوقفها. لو راضي ما نفع فينيتون ما نفع فوسفينيت ما نفع نمشي للمرحله الثالثه او السيرد لاين ما يبدي العيان بدرجه اللي اسمه فينوباتيتال. تمام؟ فينوباتيتال. تمام؟ والفينوباتيتال ده تابع لياتو لياتو جروب. ما كان فيها شيء اسمه باربيتوريت صح؟ باربيتوريت دي عائله كبيره من الدرجة اسمها باربيتوريت من ضمنها الفينوباربيتال. تمام؟ يبقى هو السيرف لاين مانجمنت اوف ستيتس ابيليتيكس بدي العيان فينوباربيتال لو العيان وقف السيزر اوكي لو ما وقف السيزر طوالي بشيل العيان بمشي بوديه السيتر بعمل له جنرال انستيزيا اند انكيوبيشن اركب له الفنتيليتر عشان يتنفس بيه واعمل له جنرال انستيزيا وبالتالي السيزر حتجيب يبقى فور لاينز من مانجمنت اوف ستيتس ابيليتيكس زيازيبام لورازيبام وانازوبام. If the patient is not responding, give him phenytoin. If the patient develops side effects, give fosfonytoin. If the patient is not responding, give him paclitaxel. And if the patient finally is not responding, rush to the theater for general anesthesia and intubation. Rush to the theater for general anesthesia and a very important slide. Very important. Question. Mention five factors that protect the patient. Meninges CSF.
امسك من بره من بره ينفع شيء اللي جوا الهيد اول حاجه الهيد صح هيد اثنين ستوب نمبر ثلاثه بون هيد ستوب بون نمبر اربعه بنينجز نمبر خمسه سي اف اف ده هم الفايف فاكتورز ذات بروتكت ذا برين هم هي طيب زي بنينجز نطلع على كل شنو نخش في القلب زي ما كلهم عارفين ان في ثلاثه انواع صح الديورا مدر والارحمويد مدر والبيا مدر الديورا مدر دي الام نادر الام الجافية صح الديورا مدر معناها الام الجافية والارحمويد مدر معناها الام العنكبوتية والبيا مدر معناها شنو؟ الام الحنون طيب نخش في الكلينيكال ابلكيشن بتاع شنو؟ بتاع المنينجيز طيب اهم حاجتين او اهم حاجه ريليتد للمنيز اهم كلينيك ابلكيشن للمنيز اللي هي انفلاميشن اوف ذا منيز اللي هو سموه شنو؟ انفلاميشن اوف ذا منيز اللي هم سموه منيز طيب وين تو سسبكت ان العيان عنده منيز؟ لو انا شفت لي عيان في الحوادث يعني عيان اللي اقول عليه الدكتور ده عنده منيز او لو جاني بروبلم بكون عايز شنو عشان اقول العيان ده عنده منيز عايز حاجتين مظبوط الضوء مفقود تمام يعني سجل مفقود كونفيوجن مفقود كوما مفقود كوميتنج مفقود فاش مفقود كله مفقود عشان انا قسم الحاجات دي بقسمها لقسمين عشان نقول العيان ده انه جاي محتاج لحاجتين محتاج ل سيمتوم اند ساينس اوف بريست انترافرينال بريدر اند سيمتوم اند ساينس اوف مالينجيال ديتكشن حاجتين سيمتوم اند ساينس اوف بريست انترافرينال بريدر اند سيمتوم اند ساينس اوف السيمتوم عن ساينس حتى في الريست انت لقينا الدرجه اللي هم شنو؟ فوميتين بروجكتايل فوميتين سيفير هيديك سيفير هيديك اند بابيلوديما بروجكتايل فوميتين سيفير هيديك اند بابيلوديما طيب السيمتوم عن ساينس اوف مننجي ايريتيشن اللي هم اوتوفوبيا اول شيء اوتوفوبيا نمبر اثنين نيك ستيفنس تمام سيمتوم عن ساينس اوف ريست انت لقينا الدرجه السيمتوم عن ساينس اوف مننجي الحاجات دي لما تلقاها الدياجنوز بتاعك كده طوال ستريت فورورد العيان ده عنده مننجايتس طيب انا جيت الحاجتين دي خاصة ان العيان ده عنده مننجايتس النكست ستيب شنو؟ عشان اعرف الكوز طيب عشان اعرف الكوز محتاج اعمل شنو؟ محتاج اعمل نمبر تمام؟ يبقى whenever you find the combination that they are not straight forward the next important step is شنو؟ is the lumbar puncture طيب اللمبر puncture عشان اعرف شنو؟ تعرف اللي هي بكتيريا ولا هي فيروس ولا هي تيوبركلوز ولا هي شنو؟ ولا هي فنجر طيب ليه بنعمل لمبر بنشر عشان نعرف الكوز نو ذا كوز طيب وين بنعمل اللمبر بنشر؟ وين بنعمل في الحوالي في العمل وين؟ بنعمل في الجيزه طبعا كبيرة اللمبر بنشر بيتعمل في الحوالي واللمبر بنشر بيتعمل في العنبر واللمبر بنشر بيتعمل في الاي سي يو واللمبر بنشر بيتعمل في الاتش دي يو واللمبر بنشر بيتعمل should be in an aseptic area في السيتا تمام should be هنا عشان البلاد دي بس تعرف محلها طوال بوز ظهر ولمبر كده ده ممكن تعمل مشكله اكبر من المشكله الدوير should be in an aseptic area كده معقمه تماما تمام how دي اول اجابه للسؤال ده من ليفل يعني انا بعملها فيه برزنتيشن شنو؟ انت الالوان الكو عشان اتاكد ان انا شنو؟ ما اعمل تبي شنو؟ للفور طيب وات از ذا ريسك كومبليكيشن ممكن تعمل فاكتور شنو؟ ممكن يحصل انفكشن ممكن اضرب لي جروب ممكن يحصل هيمولاج ممكن اضرب الاسبوع من الفور ده بيبقى في كميه من الريسك كميه من الكومبليكيشن ممكن تحصل للعيان من اللمبر فانكشن طيب انا بعمل لمبر فانكشن عشان شنو؟ عشان اعرف الكوز هل هي بكتيريا؟ هل هي فنجر؟ ولا هل هي طيب نفرق بيناتهم كيف؟ أول حاجة إذا جيت الشوجر نورمال ذيس إز فايرال يعني لما تجيك بالظبط حق اللمبر فانكشن أول حاجة بتعاين الشوجر أول حاجة بتعاين الشوجر لو جيت الشوجر نورمال ذيس إز فايرال ما محتاج لحاجة ثانية نورمال شوجر ذيس إز فايرال طيب لو لقيت الشوجر لو ممكن تكون بكتيريا ممكن تكون تيوبركلوس الخطوة اللي بعدها همشي أعاين لشنو؟ السلايس لو لقيت النيتروفيل دي بكتيريا لو لقيت النيتروفايل دي تيوبر بس تعاين للشوجر لقيت الشوجر نورمال دي فايرال من الجهاز لقيت الشوجر لو امشي تعاين الخلايا لقيت الخلايا نيتروفيل معناتها دي بكتيريا لقيت الخلايا نيتروفايل معناتها دي
شنو؟ السكيور كود. دي الفكره بتاعت شنو؟ بتاعت الابلكيشن. طيب فلنفترض انها هي بكتيريا مننجايز. طيب دي البوزيتيف اورجانيزم اللي بتعمل لك بكتيريا مننجايز. دي البوزيتيف اورجانيزم بتعمل لك بكتيريا مننجايز. اذا تعمل العيان من هناك the most common cause of mental meningitis is bronchopneumonia hemolytic streptococcus عليها يسموها streptococcus agalactiae GBS bronchopneumonia streptococcus دي the most common ليه؟ لأنها دي البكتيريا الجاذبة للفجاني فالنيون هيك لما نيجي بايظ ممكن يجي معاه 100% من البكتيريا اللي ممكن تعمل لهم meningitis the second most common is E. coli E. coli مالكولا يا شباب ها؟ the most common cause of meningitis in the unit is GBS bronchopneumonia hemolytic أو اسمها العلمي ستريبتوكوكس أجلاكتيك ستريبتوكوكس أجلاكتيك ده بالنسبة للمنجايتس إذا كان البكتيريا المنجايتس the most common cause in adult ستريبتوكوكس المنجايتس معنى يسيريا in adult and not adult the most common cause of المنجايتس is ستريبتوكوكس المنجايتس ده النمونيا النمونيا the most common cause is ستريبتوكوكس المنجايتس وفي الأدلت المنجايتس not the most common cause is إذا كانت فيرال، the most common virus is إيه كلها يا عزة يسموها كيرنيك ساين
وفي طوال الثاني معاها اسمها البروزينستي ساين اللي برضه ساين حتى اللي هي لما تعمل نت فليكشن هيحصل لك نت فليكشن لما ترفع الراس هنا الجيم بيحصل لك فليكشن اوتوماتيكلي نت فليكشن بيعمل لك شنو نت فليكشن الاثنين زي برضه ساين ممكن تعمله كلينيكال عشان شنو؟ عشان تدايجنوز المونجايتس لكن المونجايتس ما بتجيب البرزنتيشن ده يعني تمام؟ تبقى المونجايتس كده طبعا منها عندنا علاج او اي حاجه تخص البنتريكيو سيستم